مساء الخير من جديد. رغم كل شيء رفضت تحكي بأصعب الظروف، رفضت تحكي بالفرح، رفضت تحكي وبالحزن، رفضت تحكي. ولكن كرامتك ملحم بركات بأول عيد ميلاد لإلك وهي بعيدة عنك وانت بعيد عنا وعن العيلة، قررت رندا انها تحكي. خلونا نسمع سوا زوجة الراحل الموسيقار ملحم بركات رندا بركات بأول ظهور تلفزيوني لإلها، شو راح تخبرنا عن ملحم ككل، من الإنسان للفنان لكل شيء. رندا بركات كلام لإلك. برحيل أبو ماجد تغير كتير أشياء بالبيت. نحنا فقدنا عنصر أساسي وكبير بالبيت، يعني مثل ما بيقولوا بالأغاني مزبوط، نهد جسر البيت. أنا برأيي بدي وقف. كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي؟ كيف كانت صدمة كتير كبيرة إلنا إنه تفاجأنا بموته، ما كنا حاطين ولا 1% إنه هو بده يروح بده يرحل أبدا. حتى بالمستشفى ما عطونا ولا 1% نيجاتيف، كله بوزيتيف. مرحلة وبعدي وبصح، بس ما بعرف، الموت خطف وهو تقوص قويس بنظري. هو كان يضل يقل النسر ما بيخطير، النسر بيتقوص قويس، وهو بيتقوص قويس. أنا تعرفت على أبو ماجد بالصدفة، يعني أنا تعلمت أنا وإخوتي هون بكفر شيما وحبينا الضيعة بحكم تهجيرنا من ضياعنا، اضطرينا ناخذ بيوت هون، وبالصدفة شوفه يمرق على الطريق، بس ما كنت أعرف إنه هالشخص فنان. بس هو كان يستسئلني وأنا كنت استسئله، يعني هو كان قال بقلبه يقول هيدي سئيلة وشايف حالها، وأنا كنت أقول هيدا ليه بيطلع هيك. لصار شاءت الظروف إنه أنا سكنت عند بيت المختار، وابنه للمختار الأستاذ غازي مدور ومدير مسرح روميو لحود، وكانت المسرحية عم تنعرض الأميرة زمرد من بطولته لملحم، وصاحبتي بتشتغل هوني معهم بالدبكة، صرت انزل لجيبها واطلع لجيبها وهيك تعرفت عليه. بس حركاته تحت صارت تلفت لي نظري انه ليش هيك عم بيتصرف، ليه عم بيدل علي، ليش عم بيترك الكل بالكواليس بيركض ليجي على اوضه مدير المسرح لا يسلم علي. دغري حكاني، قال لي انا بدي اعزمك على الغداء، قلت له انا ما فيي روح اتغدى، قال لي لا بدك تروحي تتغدي معي، يعني
أنا عايزك بشغلة، ووقت تغدينا سوا وأصر إنه يوصلني عقدام البيت، وكانت الكارثة الكبيرة إنه أخوتي كلهم واقفين قدام البيت ما عم بعرف شو بدي أقول لهم. هو تجرأ ونزل وقال لهم أنا جمعة الجاي رح أجيب عائلتي لأنه بدي أخطب. فترة الخطوبة عمل كذا غنية ودق على التليفون وسمعني اياهم، وانا يعني قل له حلوين وهيك، قل لي هاي إليك مثلا. اول ما تجوزنا قضيته عنات بشخصيته لانه ما عندي فكرة، يعني انا من المدرسة لحياة فنية كليا بعيدة عن النمط لحياة اللي انا عايشتها، ما كنت أعرف بهالشغلات ولا كيف لازم أتصرف. مشان هيك كنت أول شيء بكيف طريقة نومه، كيف طريقة أكله، كيف ينزعج أوقات من شغلة بسيطة، أوقات أحكي معه يكون عم بلحن ما يرد علي أنا أزعل، ما كنت أعرف إنه هون عم بلحن هو بغير دني. بعدين الأيام علمتنا، صرت أفهمه على الطاير آخر شيء. يعني هو بالمضمون طفل كبير حنون كتير، بس كلمته بتسبق تفكيره. كان حتى إذا كان عم بيسيرك بتفكره عم بيخانقك، هو مش عم بيخانق، هو هيك بيوصل الفكرة. بس رجعت تقبلته العالم وحبته لأنه هيك كاركتيره، ما في شي بغيره، ما بيعرف يمثل. أنا حب في جرأته على الاعتذار، جرأته على الأشياء اللي كانت غلط وقول أنا بعتذر قلت غلط، حتى لو كان شربين فنجان القهوة صار أي إشكال بيلي ما شربتينا قهوة ليرجع يحركش فيي، يعني كن بعدنا شربينينا. هاي الطريقة اللي عنده، ما في شي آخر شي صرنا نزعل منه ولا شي. علي كاسك واشرب كاسك، علي كاسك واشرب كاسك، خلي كاسك عالي كثير لا تشرب إلا من كاسك حتى لو كان كاس صغير. أول لحن عمله نشيد المدرسة كان يهدده للخوري، يقول له إذا بتقصصني ما برتل، ما لح رتل بالكنيسة ما يقصصوا. وقت العطافي ليمون لحن قال له هيدا اللحن بعيشك 7 سنين، صار يجيب ورق الجرايد كل العالم بتعرفه ويلحن، يقول أنا ما بدي جميلة حدا. ولحن، لحن إشياء كتيرة، يعني أنا اللي أنا مسجلتهم عندي 60 مطرب أخدين لحن من ملحي، أخدين ألحن من ملحي، بس ما في مطرب أخد لحن من 2 وطلع 4 وطلع 10 وطلع صباح لوحدة أخدت لش 20 لحن، ووديع الصافي ونصر شمس الدين ما في عد لأنه كلهم مؤيدين، بخاف إنسى حدا. يعني في أغاني إيه مميزة كانت إلي، مثل مثلا ما فيك على بعضي، مثلا غنية مرتي حلوة كل العالم بتعرف إنه كيف انعملي، وإلى قصة مع توفيق بركات كتير معضومة لأن كل موسم كان توفيق يجيب له سري أغاني للصيف، تعرف حفلاته. مثلا أول سري كان بدي جيب علي ضرة، تاني سري كان فيها حلة عني، مرة إجا قال لي هالمرة عامل غنية إلي ما بدي زعلي، عامل لك غنية مرت حلوة. ما عاد استرجعت أظهر من البيت بدون ما أتساوى أو زبط مكياج أو شي، صرت خايفة يقولوا لي إنه بغني مرتي حلوة ومكسرة الأرض ولك هي كيف مثلا بالمشاية والشورت ورابطة شعرات، عرفت كيف؟ مشان هيك يعني قد ما هي كانت حلوة قد ما تعبتني إلي. أولادي 3 تون عندهم دينة موسيقية، عندهم أصوات حلوة، لأنه هيدي بالوراثة أهل ملحم من ميلة بيو ومن ميلة أمه كلهم أصواتهم حلوة. ملحم بحبهم 3 تون كتير لأنه ما كان يقعد معهم كتير، الوقت اللي ما يكون عنده شيء كان يحب يقضي معهم، يسبح هو إياهم، يتصيدوا سمك سوا،
يتصيدوا طيور سوا، كان يقعدهم أو يعمل لهم مباراة ليشوف مين صوته أحلى. دايما يتفوق بالصوت وعد، ومجد كان بيلعب موسيقى أجنبي وبألف موسيقى أجنبي، هيك كان اتجاهه. وعد اتجاهه شرقي، ما كانوا مقربين من الفن كتير لأنه كان في عملاق بالساحة. أنا بسمح لحالي أقول عملاق لأنه عملاق. أنا الوالي بالوكالي، اسمي كبير وصوتي عالي، يلي بده امشي حده لازم يدفع يدفع غالي. أنا الوالي أنا الوالي أنا الوالي بالوكالة. لا الله كريم برجع على بلادي وبركع عصخرة أرض أجدادي وبوز هاك البيت وحجاره وبيرجعوا عصافير نلطاره غنوا عصطح البيت إرادي. ملحم كتير عنده حب وشغف للجذور، بحب كتير كتير. يعني نحن بالأحداث مثلنا مثل كل العالم مثل كل الفنانين، كتير انعرض عليها جنسيات يقلون أبدا. أنا القعدة تحت السنديانة عندي بتسوى العالم كله، بحبها كتير. زعل كتير بس اضطرينا نقصها، ما عاد ضل شي 5-6 أشهر ما يجي لهون ما بده يشوفها مقصوصة، لأنه هون كان يلعب، هون كان يجمع أولاد الضيعة، هون كان يحمل التنك تبع تنك تبع الحليب كان من زمان، ودق عليهم ويجبرهم لبنات الحيلة يرقصوا يضربهم إذا ما رقصوا. بعدين أول طلعته لما تعلم بالمعهد الموسيقي بالمخفي عن أهله كان يخبي الكتب تحت الحجر تحت السنديانة. هاي السنديانة بحبها كتير، يعرفوا العالم بس يشوفوا سيارته وصفت وقعد تحت السنديان نص الضيعة تكون صارت تحت. آخر شي تقول له أمه أنا ما بقى بدي أعمل قهوة تعبت، لأن يلا 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 يصير تحت مثل مهرجان. وهي الضيعة كانت وفية معه، كانوا يحبوه كتير، هو طيب وهو ما يتحبوه كتير، كانوا وفية. فرشيمة فقدت رونقها شوي شوي، زهر الليمون بكفرشيمة عم يدبل ونشف نهائيا بموتة ملح. كل شي تغير بكفرشيمة، يعني صار فيها مسحة حزن أكثر من فرح. كان يعرف إنه في نغمة اسمها نهوان بحبها، أوقات ما يعيط لي يصير يدندن ويعلي صوته ليشوف إذا أنا بجي بيزبني اللحن لإجي. إجي أنا دغري راكد قل له عيدها عيدها عيدها، قل له أنا بعرف إنك رح تحبيها. مرة كنت قاعدة أنا وياه عم بقول له قديش حب يشوف بس تكبر، إذا كبرتك مهضومة وهيك تصير تبرم وراي لتطفي القضوية أو تطفي مية السخنة مثل ما بيعملوا الختيارية، أو تحط لنا شيء على التيفي انت بدك تحضره نحن ما نحضره. قال لي فكرك انه انا ختير واقعد بالبيت ما بفتكر، لانه النسر ما بختير بيتقوص قواس، وهو تقوص قواس راح خطف. ما كنت عارفة وما كنت مقدرة انه في ناس هالقد بتحبه، يعني كتير عزتني الدنيا. Thank you.
أنا ما بحب الله يقول الله يرحمه، أنا بحب أقول الخالد. قرر وعد ملحم بركات إنه ينطلق بمشواره. كل الوقت كانت عم بتحاول ما تتطلع ببيك. قلت شو عملت؟ ورق خلص ما في رجعة بقى. أي متى حسيت فعلياً إنك خسرت ملحم بركات؟ هون استحقيتها مزبوط وفرطت مزبوط تحت. يعني بدي كفي الجملة، مش عم بعرف كيف. بطلب من قلبي إنه يساعدني فيها تخلق معي لوحده. جرأت وسمعته لحن أنا عملته، قال لي إيه حلو كفي، ركضت دغري وكفيته للحن اللي هي أغنية رح تنسمع بهالمناسبة. لما قلت لا بنحييكم وبنتابع سارتنا نحن وياكم. هذه السارة الخاصة بذكرى عيد ميلاد الموسيقار الكبير ملحم بركات، وهو العيد الأول لإله بعد رحيله. وبهالعيد بالذات قرر وعد ملحم بركات إنه ينطلق بمشواره ويكمل مشوار. قرر ينطلق بمشواره الخاص لأنه عارف كتير منيح إنه تكملة مشوار عملاق كبير مثل ملحم بركات إلو أعباء وإلو أتمان وإلو تقل كتير كبير على كتافه، ويمكن هو منه قادر يشيله، ولكن هو بداخله في فنان، ومن حق هالفنان إنه يظهر للعلن وإنه يكون إلو ولادي. فقرر إن تكون ولادة مشواره الفني بذكرى ولادة والده ملحم بركات. وعد مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. بدي رحب فيك وبدي رحب كمان معي إلى جانبي أستاذ توني البايع، أستاذ ومدرب الصوت، وأيضا بنتابع مع أستاذ نزار. مجددا مسيك بالخير أستاذ نزار. قبل ما أسأل توني كيف اكتشف وعد أو كيف شجعك على أنك تقدم على ما أقدمت عليه، تعرف كتير منيح المسؤولية اللي على كتافك. تمام. تعرف كتير منيح انك انت رايح بمكان بدك توقع بمقارنة. وعد رغم كل هالشي، معرفتك بكل هالشي، قررت انك تنطلق بمشوارك بذات النهار اللي خلق فيه والدك ملحم بركات. كيف اخذت هالقرار؟ شو منتظر انه يواجهك بهالمسيرة؟ اول شيء بدي مسي الجميع، و أنا أخذت القرار بهذا الموضوع من بعد من 2011 مرة فاجأت الوالد بحلقة. من بعدها فاجأتنا كلنا أصلا. فاجأتنا حتى مزبوط، فاجأتنا كل تفاجأ، لأنه آخر لحظاتي كانت أنه أخذت القرار وأعمل هالشغلة، مع أنها كانت يعني فيها بدأ قوة الشغلة. أنا بس طلعت غمضت عيوني لأنه حسيت. ما أنا بدي أقول لك إنه كل الوقت كنت عم بتحاول ما تتطلع ببيك، ما يوقع عيونك بعيون بيك. صراحة أنا لا قدرت كملت، يمكن لو طلعوا عيونك بعيونه يمكن ما قدرت كملت الغنية. هلا أنا تشجعت على الفكرة بس وصلت وطلعت على المسرح وطلع كل شيء بوجه العالم والوالد، قلت شو عملت؟ خلص ما في رجعة بقى. ملحم بركات كان مجنون، أنت مجنون؟ إذا بدك، لأنه اللي بده يقدم على خطوة من النوع اللي أنت أقدمت عليه اليوم، هيدا بده يكون عنده جنون بداخله. أنا بعتقد إنه عندي مثل براسي دائما بقوله إنه القدر ما بيبتسم إلا للشجعان. بس وأنت شجاع طبعا. وعد ولد برعاية عائلة قدر لها أن يكون الوالد هو فنان عظيم مثل ملحم بركات. خلينا نشوف هالربورتاج. خلقت بهالدنيا
من أنا صغير بي ملقب بموسيقار. البابا كان معلق فينا كلنا ونحنا كنا كلنا معلقين فيه، بس أنا كنت حس أكتر واحد معلق فيه وكنت حس هو معلق فيه، كان يحسني أكتر واحد بين أخواتي عم بفهم عليه شو بيقصد بهاللحن وبهالجملة، أما شو بده يوصل، أما كنت الوحيد إذا بدك الكلمة مثل ما هي قبلين أعطي وقتي كله معه. أول مرة غنيت قدام البابا كانت بمناسبة أول قرباني، وقف من بين الكل العالم، يعني شفته هيك قدامي أنا، شيء تصرف حلو بس كان جديد علي. سمعني كل وقت ما بنسى أنا ابتسامته كيف كانت هيك من قلبه عم يطلع فيي، وبذات الوقت مثل عم بيوصل لي إنه ما تعطي الهم لو أنا واقف، خليك طبيعي. أنا بهذا العمر ما كنت أعتبر موسيقار أما فنان، بي بابا. دائما نحن صغار أم مجد فهمتنا إنه بيك ما كتير ضجوا حواليه، ما كتير تعيطوا عالرايق. ما بنسى أنا في ساعتين بعد الظهر لو كنا بالسانتا تيريزا عم نلعب بالساحة كل الأولاد، في ساعتين بعد الظهر الكل يا بده يروح على شاليته يا بده نقعد على السكت. أهم شيء يضل رايق مرتاح منه مزعوج بمزاج حلو تيضل يطلع منه كل شيء حلو من ألحان وإبداع. المزرعة بكفرشيما كان بيته التاني للبابا، كان محل كتير يريحه، محل ما يفل منه إلا بس يكون عنده شغل، عنده بروفيت. كان تعنيله كتير وضل تعنيله، وآخر فترة بس كان بالمستشفى قال لي بدي أطلع شتة فوق، للأسف إجا بس ما شتة فيها. بحس إنه يهرب من كل الناس بس يقعد فوق ويستقبل كل الناس فوق. كل حجر بحجره كان يقعد ويشارع عليه وما يعجبه يرجع ايده، كنت شوفهم وكنت اوقات اقول انه اف شو دقيق. انا ولا مره غنيت قدام البابا الا مره بس فاجأته طلعت على تي في ببروجرام. كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني، كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيني، كيف. اول مره قررت انه بدي اسمع صوتي للبابا كانت اغنيه مش الحانه. قلت له شو عجبتك؟ قلت له شو؟ قال لي انسى. قلت له لحظة شوي اعطيني سبب واحد مقنع. قال لي ما فيها احساس. وبتقسى علي وما بتسألني كيف؟ كيف؟ فهمت عليه انه عم بيقول لي يا فوت قوي يا بلا هالفوت من الاول. اسمع مني كان عم بيقول لي، بس قال لي هيك قررت دغري انه اشتغل على حالي واتمرن مزدود، لانه انا كنت اكيد انه الاحساس عندي موجود فيه بس ما بعرف وينه وكيف بدي اتحكم فيه. شوي شوي صرت غني بطريقه تجر طريقه واكتشف حالي بامور وبجمل تطلع معي انا عم بيع الجيتار، ولا اجا وقت سمعته اول لحن انا عملته
لثواني مثل كانه بدي اقول له اياها واهرب. غنيت له اياها، قلت له شو بابا عجبتك؟ ما رد. انا ما حكيت شيء. بينه وبين حالي هيك افتكرت انه ما بدي بخانه. قمت رجعت على المطبخ، كانت امي جوا، قلت لها شو مام شو رايك؟ شكله البابا ما حب اللحم. قلت لها مبلا انا بقول لك حبه. قلت لها ما قال لي شيء انه كيف حبه. قلت لك يا زكي بيا بس ما يرد او بس ما يعطي رايه عرف انه عجبته. تذكر بعد ما طلع فيي قال لي بتصدق حلوه؟ قلت له شو هي؟ قال لي اللحن اللي عملته بيعلي. قلت له عن جد؟ قال لي والله. رجعت لي اياه عدته انا هيك، قال لي ايه حلو كفي. انا هون حسيت ما بقى ساعتني الدنيا يعني خلص، ركضت دغري وكفيت على اللحن اللي هي اغنيه رح تنسمع بهالمناسبه. لحالي وتضوش فيه ورق الجراي طاير بالريح. بتحس انه حابب شوي شوي يقربنا على الموضوع بطريقه يكون هو مقتنع فيها اكثر واكثر، لسبب واحد، كان دائما حريص على انه كون انا يا منيح يا مش منيح، لانه في اسم كثير كبير حامله وهو اسم ملحم بركات اللي هو بيي. لما عيوني شافت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك. ما حدا مثل ابو مجد وما بيجي حدا مثله ابدا. هيدي شغله بقولها ومثل سكرت الباب على الموضوع وخلصت. ابو مجد لا قبل ولا بعد، والباب تسكر وراح المفتاح خلص. حيرني بعدك ضايع وقلبك ضاع من ايديك. مرة حدا قال لي جملة حبيتها كتير من ست بحترمها كتير، بتعمل لي انت وعد خيال بيك بس ما بتشبه بيك. الفرق ما بينك وبيني انك حبيبي انك حبيبي. غنيت عن انسى كسرت حاد بينه وبين بابا اللي كان هو زعل وعتب، لانه كنت هيك انحرمت منه وكنت كتير معلق فيه وكتير بحبه. من وراء هالغنية مثل عم بوصل لي كان مثل مسج صغير أو رسالة إذا بدك، وتعال ننسى. مرة كمان كان بحلقة اعتذر من عائلته على اللي قطع فيه، كتير شفت له إياها وقتها كإنسان مثل ملحم بركات. اعتذار عنده كان بس يوصل لمرحلة الاعتذار يعني هون عم بفرجي قد هو شخص رجال. بتمنى لو كان هون وعم بيشوف كيف انا عم بفوت بهالمسيرة وعم بنطلق، وهو حتى لو مش موجود هو موجود بالنسبة لي ودايما معي. انا بعرف من ورا بس كون عم بلحن وكون بدي كفي الجملة مش عم بعرف كيف، بطلب من قلبي انه يساعدني فيها تخلق معي لوحده. وبعيده للبابا حابب اقول له انه اشتقت له كتير وهو بقلبي دايما، وما روح وما اجي ببالي وبصلواتي، ومثل ما سميني وعد رح كون على الوعد. يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت مطرحنا، صوتك وجهك خيالك هون هون.